تداولت وسائل الإعلام العراقية مقطع فيديو لمواجهة مباشرة بين الفتاة يزيدية ومغتصبها الداعشي بعد مضي 5 سنوات على الواقعة. وظهرت في مقطع الفيديو الأيزيدية أشواق حجي ويتقف أمام مغتصبها الداعشي المحتجز لدى قوات الأمن العراقية، والذي فعل فعلته بها منذ 5 سنوات واستعبدها لفترة طويلة حينما كانت في عمر 14 عام. وتقول الفتاة في الفيديو: ليش؟ لأن إيزيدية كان عمره 14 سنة لما اغتصبتني. ارفع راسك، انت عندك نخوة، عندك احساس، عندك شرف. انا كنت 14 سنة، يعني بعمر بنتك او ابنك او اختك. انت دمرت حياتي، اخدت مني كل شيء اللي انا احلم فيه. ويعتبر اطفال اليزيديات المغتصبات اللواتي خطفهم داعش قبل سنوات وعادوهم الى العراق او في طريق عودتهم الى بلادهم ازمة جديدة يعيشها الايزيديون، وهو امر بات يثير بلبلة كبيرة داخل النسيج والمجتمع الايزيدي في العراق الموصوف بالمحافظ. ويبدو أن أطفال الأيزيديات اللواتي تعرضان للاغتصاب يعانون من مشكلة تتفاقم يوميا، لا سيما بعد أن فصل بعضهم عن أمهاتهم ووضعوا في ملاجئ ومياتم. وفي تعقيب جديد على تلك القضية، أعلن المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى في العراق رسميا رفض انضمام أطفال الأيزيديات المغتصبات على أيدي عناصر من داعش إلى الطائفة الأيزيدية التي تنتشر خصوصا في شمال العراق. وجاء هذا القرار بعد قرار آخر قضى بقبول جميع الناجين من قبضة التنظيم واعتبار ما تعرضوا لها خارج عن إرادتهم. وعاد المجلس الروحاني مرة أخرى وأصدر توضيحا أكد فيه أن قرار قبول الناجين وأطفالهم لم يكن يعني بتاتا الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب، بل المعنيون هم الأطفال المولودون من أبوين أيزيديين والذين تم اختطافهم بين غزو داعش لمدينة سنجار. وناصب داعش الذي اجتاح مساحات شاسعة من العراق وسوريا في العام 2014 العداء الشديد لليزيديات، واعتبر افرادها كفارا وقتل اعداد كبيرة من اليزيديات في سنجار بمحافظة نينوي، وارغم عشرات الالاف منهم على الهرب فيما احتجز الالاف من الفتيات والنساء واستعبدهم جنسيا. ولا يعترف اليزيديون بطفل ضمن طفلات طائفتهم الا اذا كان لابوين يزيديين، خصوصا ان هذه الاقلية الدينية مغلقة لا تسمح لأي شخص من ديانة أخرى باعتناقها.